سؤالك حول جماجم شهداء المقاومة الوطنية وهم زعماء المقاومة الوطنية، أنا باش نرد عليك نرد عليك بزوج حوايج. النقطة الأولى، الدولة الجزائرية راهي تناقش الملف هذايا عن طريق وزير المجاهدين مع الوزارة الفرنسية المعنية بهذا الجانب هذايا. لكن أنا نطرح سؤال ساذج، احنا مسلمين، لو نلحق إن شاء الله نجيب هذه الجماجم هذه وعدد منهم ندفنها، وخايف ندفنها تبتصر لها كيف صرت للشهداء الله يرحمهم، يمر زمن نساوهم. هل المفيد لبقاء ذاكرة مقاومتهم وذاكرة محن الشعب الجزائري أثناء الغزو الاستعماري وأثناء حرب التحرير، هل الأفضل أن تبقى شاهد له ولا تجي تندفن هنا؟ سؤال. كما نقول، كنا نتكلم منذ دقائق على الجالية على الجزائريين في الخارج، ونحن اليوم 8 أكتوبر من على 9 أيام نحتفل بيوم 17 أكتوبر، هل الجثث اللي غرقت في لاسان في أكتوبر 61، هل وجودها بقاياها على كل حال الله يرحمهم رحمة الله شهداء، هل بقاهم وين هما؟ هذا هو اللي يخدم ذاكرة محن الشعب الجزائري داخل ولا في الهجرة؟ أو يعني تفلسفت عليك شوية، لكن تفلسف صادق، لأن هذه القضية هذه أنا نسأل نفسي علاش نهار من نهارات خلونا نخرجوها، نسأل نفسي شغلونا بها وقال يعني شوف تخوين تاع الدولة الجزائرية، هذا هو المشكل تاع الجزائريين، ساعات يدونا فيه بلا ما نجيبوا خبر مهما كان الطرف. تتذكروا وحنا نتكلم اليوم على أوضاع البلاد، الجزائر مازالها شوف كلمة جروح هذاك اللي دقدق مازال يحتاج نصونوه، نحافظوا على الجسد تاعه ونحافظوا على جير، إلا كان الحمد لله بعد الوئام والمصالحة وصلنا أولادنا الحمد لله ما راحوناش في الداهية تاع داعش وما يشبه داعش، فيه سياسة المصالحة، فيه قد العمل تاع مؤسسة الدول، فيه مازال جرح تاع الجزائر محلول. على واحد الوقت إذا تذكروا الثمانينات اللي وصلتنا للهم كانت جابوا لنا قال دولة ميكي، شي ما يجي باطل. إذا كان احنا ولاد البلاد جزائريين ما صناش بلادنا، حكام فيها ولا فقراء فيها ولا متقاعدين وإلا معارضين، إلا ما صناهاش يبقى شيء بسيط المينيموم اللي هو الجزائر، إلا ما صناهاش. هذه اللي خلت لي في الجواب على سؤالك نسأل نفسي علاش عندها عامين خرجت الحكاية تاع الجماجم هذه. وعلى كل حال إلا كان نخدم تاريخ تاعنا وثورتنا، أنا بدأ بي نشوف في بلادي بالدرجة الأولى الدروس تاع المنظومة التربوية أو النشاط التذكاري والمحاضرات تجيب ملحمة تاريخ الجزائر بعمقه. أنا سعيد أن منذ شهرين ولا ثلاث شهور كان وقع منتدى في عنابة حول جوكورتا، سيبيا ذاكرتنا لازم هادو ما ببغلة الله يرحمه برحمة الله الشيخ حداد وهادو كلهم زعماء تاع المقاومة الوطنية ملي حنا هنا نكبروا بهم في بلادنا في دارهم، نقعدوا نتشبكوا في الشكل، ولو الشكل راه موضوع ملف يدرس ما بين الدولة الجزائرية. شفت يعني كاين أشياء تخليك تخمم، علاش تصريحات اللي هي يقول لك لازم يكون طالب رسمي من الجزائر، يا جزائريين دولتكم ما طلبتهمش حبا في الجزائر وفي الدولة الجزائرية ولا في الشعب الجزائري، كاين أشياء تخليك تسائل، ما عندي حتى دليل لنسائل. كما تسائلت هل خير نجيبوهم ندفنوهم ونصلوا عليهم صلاة الغيب وخايف ننساوهم كما نسينا خريف، وإلا نخلوها لهيه لاصقة فيهم الله يعلم.